الصورة دي يعني مهمة جدا وعايزين نحللها. بس اسمح لي سيادة اللواء نسمع كلمة سيادة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللي اتقالت عقب توقيع الاتفاقيات رافال وعدد من الاتفاقيات مع فرنسا. نسمع الكلمة دي ونرجع نعلق عليها ونعلق على الصورة والمشهد العام داخل مصر وخارج مصر. ليس هناك شك في أن استقرار مصر وأمنها دعامة أساسية لاستقرار أمن الدول المطلة على المتوسط بكاملها، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلدكم الذي عاش خلال الفترة الماضية حوادث إرهابية لا يمكن إغفالها أو التغاضي عن مواجهتها حتى تسلم شعوبنا من شرورها. إن تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في المجال العسكري يعد نقلة كبيرة وهائلة في العلاقات الفرنسية المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدانا، والتي تتطلب الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين بتفشي ظاهرة الإرهاب وتزايد مخاطرها. كلمة موجزة من سيادة الفريق طبعا عقب التوقيع. سيادة اللواء طبعا كلمة تتويج للجهود والظروف اللي بتعيشها العالم، تحديدا الأحداث اللي شافتها طبعا فرنسا، شافت شارلي إبدو، ومصر عايشة الموضوع ده من 25 يناير. هو طبعا ان احنا الدول اوروبا الغربية جميعا عندها صراع، الصراع على السيطرة والهيمنة الامريكية على دول الاتحاد الاوروبي، والصراع بتاع المصالح ليها في المنطقة بتاعتنا. فهنا بيحصل موائمة، وعندنا دولة مثلا زي الدولة الفرنسية من زمان، من ايام شارل ديغول، وهو عاوز يخرج من عباءة السيطرة الأمريكية. والسيطرة الأمريكية هي لها شكل، ما شكل في استخدام عسكري، ولكن زي ما بنقول في الاستخدام الاقتصادي هنلاقي إن, 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 إن الدول إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كل دول عندها حجم من التعاون الاقتصادي ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية مهول، فلا مهول، يستطيع مهول. أن يتناسوا هذه الدول حجم التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين. طيب هو في حزبة لابد أن احنا نعملها، لا يعني أن احنا ما يبقاش بينا علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي على المستوى مع فرنسا، مع ألمانيا، مع من يستطيع أن يساعدنا في شكل طيب يفيده ويفد. الصورة دلوقتي نعلق عليها ازاي ونقول آخر كلام لأن الوقت انتهى. سعادة اللواء، مصر داخليا تنتشر في المناطق الحيوية القوات المسلحة، وخارجيا قامت بالضربة الجوية. ما هي الصورة يعني الصورة تعكس ايه؟ ماذا تقول للمواطن المصري؟ اولا يعني اول انطباع انا الناس خدته او ذات تأثير ان القرار السياسي اصبح قرار فعال مناسب في التوقيت المناسب، وده اللي وصل للشعب، وده يهمهم جدا. ان لو واحد على المستوى الاقليمي انه أذى أو أضر بالمصالح المصرية في شكل قتل أو في شكل تخريب اقتصادي أو في شكل صراع على 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 المصالح المصرية، فإذا في قوة تحمي هذا وفورا ورد فعل سريع. يبقى إذا ده انطباع على المستوى الإقليمي، وخاصة الدول التي تساعد وتعزز الإرهاب سواء داخل مصر في شكل الجماعات الإرهابية او خارج مصر في حتى في العراق او سوريا، لان احنا قلنا بنقول ده بردك تأثير في سقوط الجبهة الشرقية البعيدة اللي بتمثل لها سقطت من زمان اللي هي العراق 2003. ده جزء. اما الجزء الثاني للشعب المصري ان هو رسالة تانية ان القيادة السياسية هي سياسة قوية، عاوز الانطباع ده ياخده الشعب، ولكن هناك من
الحسابات والتقديرات للمواقف لاتخاذ القرار في الموقف المناسب والتوقيت والطريقة المناسب والطريقة المناسبة. فإذا ده لازم الناس تفهمه، من كل رد فعل سريع يجيب النتائج اللي أنا عاوزها. لابد أن أترك مساحة وأثق في قيادتي حتى تنجح في حساباتها، لأن الحسابات كثيرة، المنطقة مشوشة، المنطقة فيها فاكتورز يعني عوامل كثيرة جدا لازم أحسب عليها حتى لا يكون الخطأ كبيرا. فلنتركهم إنهم ونثق في قيادتنا السياسية وندعمها. ودعوة مني بقى للإعلام، إن الإعلام لما بيكثر من الكلام في موضوعات شتى لها أبعاد كثيرة وياخد منها جزء ويكبره، هذا ضار جدا. يعني مركز على السلبيات دلوقتي، مركز على السلبيات، ولا حتى لما بيتكلم في الإيجابيات يتكلمها بمنطق البعيد. مش انت انا عملت لك، انا ضربت لك ضربه جويه النهارده، عاوز بكره يا يعني هي مش كده يا برضك ليه حسابات يعني بكره نروح ناخد الجيش ونروح نروح في حته ثانيه. يعني الموضوع اكبر بكثير. وانا بلوم الاعلام في هذه في هذا قد يكون الاسباب برضك الاعلام ان ده بقت مهنه ولابد انه يشتغل، من لازم ال 24 ساعه يشتغل. فلما يشتغل مش هتعبي اي كلام، لا يجب ان يضر بالامن القومي المصري ان شاء الله. يعني يكون يعني الفتره نعديها على خير. مشكورك سياده اللواء حسن فريد الخبير الاستراتيجي، نورتنا يا فندم وافدتنا، وكلامنا عن حديث بشكل الشق العسكري والشق الميداني والشق طبعا الشق الجوي خاصه صفقه رافال. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. مشاهدينا التغطيه مستمره مع حضراتكم، هنقف فاصل ونرجع نكمل ونستقبل ضيوفنا الكرام. هيكون سعد سفير احمد الويسني مساعد وزير خارجيه الاسبق، خليكم معنا.